مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح احكي فيه عن شو، عن مزيلات العرق الديو اللي انا اشتريتها من الروزمان ورأيي فيهم يلي استفدت منه واللي ما كانت منيحه. بس طبعا هذا الفيديو ما ندعاه، يعني هذا بس رايي. وكل الديو اللي بدي اورجيكم اياهم هلا كلياتهم فيكم تلاقوهم بالروزمان، وكمان فيكم تلاقوه بالدي ام او اي محل بيبيع منتجات للعنايه بالجسم هون بالمانيا. بس قبل ما نبلش بالفيديو مثل العاده لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا لهلا لسه ما اشتركتوا. وهلا خلونا نبلش. اول ديو عنا يا اللي هو هذا الديو، هذا الديو من ماركة نيفيا. ما بعرف اذا مبين عندكم، اذا مو مبين رح احط لكم كمان هون صوره عشان تشوفوه منيح، واكتب اسمه تحت. مكتوب عليه انه بضل 48 ساعه. عنده ريحه هيك لطيفه وخفيفه شوي، يعني ريحه عاديه مو كل هالقد، يعني 48 ساعة متل ما هم كاتبين مو مزبوط. يعني انا ما ضل معي يعني نص ساعة وراح مفعوله خلص، حتى الريحة راحت. يعني انتم ما بعرف اذا جربوه شوفوه، بس انا الصراحة ما بنصحكم انه تجربوه، لانه عن جد يعني ريحة بتضل شوي وبعدين على الفاضي. مع انه نيفيا ماركة معروفة وعندها اشياء تانية كتير منيحة، ديو هذا النوع من الديو تبع نيفيا ما بنصحكم فيه. هلا حورجيكم ديو التاني. مزيل العرق الثاني اللي عنا اياه اللي هو من شركة غانييه، كمان هي شركة معروفة. بحب الأشياء اللي بتساويهم غانييه، الشامبويات والكريمات للشعر أكثر من إنه للجسم. غانييه كمان مكتوب عليه 48 ساعة، وكمان يعني فينا نقول أكثر من نيفيا شوي مفعوله، بس كمان مو كتير. والريحة ريحة شوي قوية، مو كتير ريحته حلوة، بضل أكثر شوي من هداك. يعني تقريبا قد ايه بنصح فيه؟ من 10، خلينا نقول من 10 5. اول شيء انا اشتريته لجربه، فبعد التجربه يعني من اول وحده خلص ما كملتها، يعني هلا صرت بحطه انه هيك عادي حتى يفضى وكبه بعدين. هلا هذا الديو اللي حورجيكم اياه، هذا الديو من شركه بلاي بوي. ما بعرف اذا هي الشركه معروفه او لا، المهم هون عليها ارنب. كمان مبين، حلو يحط لكم هون الصورة. هون مكتوب 24 ساعة بضل، الصراحة عن جد بضل 24 ساعة، والريحة بتضل كمان 24 ساعة. حتى أحيانا أنا بحطه تاني يوم كمان بضل شام الريحة فيه، وكاتبين عليه إنه ريحة بارفان، يعني ريحة عن جد حلوة كأنكم حاطين بارفان عادي، كتير منيح وريحته حلوة. هلا ديو اللي حورجيكم إياه هلا، هذا عن جد يعني دائما دائما بشتريه، يلي هو من شركة فا. فهذا الديو بشتريه دائما، كل ما يخلص بشتريه على الجديد، لانه ريحته بتجنن. يعني هون كاتبين انه بضل 48 ساعة، عن جد غير كانه ريحة، مفعوله كمان منيح، يعني عن جد ما بتعرقوا فيه لما تحطوه. وكمان الريحة اذا بتعرفوا بارفان لافي، نفس ريحة بارفان لافي، ويعني ريحته من انه بارفان. انا احيانا عن جد ببخ على الاواعي، ما بعرف ليه، كل ما بكون باخخته بيسالوني شو البارفان اللي انت حاطتيه، بقول لهم ماني حاطه بارفان. عن جد احيانا ما بحط بارفان، بحط بس هذا اكثر واحد بقول لكم جربوه، لانه عن جد بس جربتوه ما حتندموا، لانه ريحه عن جد حلوه. يعني انا لما اشتريته وجربته شفت كثير عالم كاتبين عليه على الانترنت انه ريحته حلوه وكذا، فانا قلت لجرب، ورحت جربت. وعن جد بعد ما جربت ما في حدا ما قال لي انه شو البارفان انت عم تستعمليه، عم اقول لهم ما له بارفان، انه بس هاد. هلا اخر ديو عنا يا واللي انا خليت لكم اياه للاخير، واللي هو احسن ديو بين كل هدول من ناحيه مو الريحه، من ناحيه المفعول عن جد، هذا الديو من ماركه ريكسونا. هذا الديو ماله بخاخ، هذا مثل صابونه هيك بتحطوها، كاتبين عليه انه بضل كمان 48 ساعه. عن جد هاد انا بستعمله اكثر شيء لما يكون كثير شوب. كل الديو اللي ورجيتكم اياه من هدول ما عدا فا، من هدول الديو كلهم هدول مالهم اي طعمه قدام هاد، لانه هاد كثير قوي، لما بحطه ما بعرق ولا شوي. من ناحية الريحة ريحته ريحة عادية، لا بالشتاء أنا ما بستعمل منه، بس بالصيف بستعمله. يعني عن جد واحد ما بيعرق أبدا أبدا. يعني كمان هذا أنا شفته على الإنترنت عم يكتبوا عليه ناس كتير، وكتير الناس عم يمدحوا فيه. بس في منه أنواع، في منه لون، أنا اللي جابته لون أزرق، في منه لون زهر ولون أخضر. أنا اللون الزهر جربته، بس ريحته مدري كيف يعني غريبة، ما حبيته كتير. هاد ريحته شوي أحلى. الاخضر اللي لونه اخضر ما جربته الصراحه، اسمعوا مني واشتروه، عن جد ما له دعايه. خلاصه الفيديو بالاخير، احسن ديو برايي من الروزمان يلي هو فا
ويلي هو ريكسونا. فمن ناحية الريحة أحلى بكتير من ريكسونا. ريكسونا ريحة عادية بس المفعول كتير كتير قوي طبعا أكتر من فا. فهدول الاثنين أكتر اثنين أنا بستخدمهم. فهلأ أنتوا كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو هي مزيلات العرق اللي أنتوا جربتوها واللي استفدتوا منها واللي ما استفدتوا منها كمان اكتبوا لي تحت. فهذا كان فيديو اليوم، بس حبيت احكي لكم عن مزيلات العرق اللي انا جربتها. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، وهلا بشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.